ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض كما يحب ربنا ويرضى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن شرفنا بمحمد عليه الصلاة والسلام أكرم المعلمين وأعلم المعلمين صلى الله عليه وسلم، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، فرج عن أمتنا كل نكباتها وعثراتها وإيلاتها وكرباتها، اجمع شمل المسلمين وارفع شأنهم يا رب العالمين، أعزنا بهذا الدين، آمين. وبعد، إخواني الكرام، حياكم الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. ربنا أكرمنا بالغيث، أصبنا بهذا المصاب، لن نموت، لن نموت من فضل الله. استشهد منا 50، إن شاء الله انتقلوا إلى الجنان فوراً، فازوا وكسبوا وارتاحوا من عناء الدنيا. تألمنا، حزننا، لكن كنت يعني قبل أن آتي بكتب عن الحدث، الصفحة 8 بقلت الجانب الآخر للحدث، وأنا داخل على الجانب الآخر يعني 7 صفحات أتكلم عن الخسائر، في الصفحة 8 كتبت الجانب الآخر، وأنا داخل المسجد وإذ أخ حبيب من المصلين بقول لي طلع مسؤولة شرطة نيوزيلندا أعلنت إسلامها. قلت سبحان الله، هذا من الجانب الآخر للحدث، سينتبه الناس لهذا الإسلام الذي يحاربونه، إيش وراء هذا؟ يعني لماذا يحاربونه؟ لأنه أجمل ما في الوجود، لأنه أرحم ما في الوجود، لأنه أشمل ما في الكون من المناهج يحارب. لو كان دين ملفق عباد البقرة من يحاربهم؟ لا أحد، لا أحد. البوذيون من يحاربهم؟ لا أحد. إذن لماذا يحارب الإسلام؟ لأنه الحق. تتذكروا إخواننا لما كان محسوب على المسلمين يعمل حادث مثل هذا، إيش كان موقفنا منه؟ الرفض المطلق، معاذ الله أن نقر أو أن نقبل أن يقتل أناس مسالمون مدنيون في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، في هولندا، في أي مكان في العالم أنت مقيم عندهم. يعني مثل ألمانيا مآوية من المهاجرين على الأقل 100,000 على الأقل. أقوم أنا أعتدي على الألمان؟ مش معقول إخواني. بالإرهاب الخاسر الأول المسلمون. نحن نريد أن نحمل إلى الناس دعوة، وآيتنا الكريمة قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله. أنا أدعو إلى الله ولا بفجر عباد الله؟ أنا أدعو إلى الله. إذن من كانوا يفعلونها محسوبون علينا مش منا، نحمل وزرهم وليسوا منا، ولا متطابقين مع منهجنا. منهجنا دعوة. طب أنا قاعد في بلد أقتل أهلها؟ مش معقول. وبيمكن بدوني من المعونات الاجتماعية راتب شهري وأقتلهم وباسم الدين؟ لا، قول باسم جهلي، باسم عقل الخفيف، باسم قلة وعي، أنت حر. باسم الدين لا، تشوه أجمل دين بيطلع لكش. فكيف لا ندين من قتل المسلمين مع سبق التصميم والتخطيط والإصرار؟ حادث مروع لفت العالم كله. وهي أنا وياك إذا ما دخل الناس بعد هذا الحادث في دين الله أفواجا تعرجعنا، الكل سينتبه. تتذكروا اللي أسلم قبل شهر ولا قبل كام؟ أعداء المسلمين في هولندا
نسيت اسمه مش مشكلة، ناقصنا اسمه. هذا كانوا يسموه أشرس عدو للإسلام، بده يطلع على الإسلام عشان يحاربه من داخله، دخل الإسلام قلبه نتيجة ما قرأ. ممثلة سينمائية ذكرناها من قبل بدها تعمل دور تشنيع على الإسلام وتشويه للمسلمين، أعطوها نصوص قرآنية تقرأها وتحفظها وأمام الكاميرا تحكيها، فهمت معانيها. ممثلة، تعرف يعني ممثلة أسلمت. يا الله، معنا كانت بدها تحضر لفيلم، عم بيعدوها يعني بيدربوها بيحفظوها لتحارب القرآن والإسلام، أسلمت. هذا دين يخترق الصخر لو أحسننا حمله. إخواني، آيتنا لو بدي أخذ راحتي فيها، والله بدي كمان 4 حلقات، لكن سأختم في هذه الحلقة باختصر يعني، لأنه طولنا 6 حلقات والسابعة لا خلاص نختم بهذه. لكن دعونا نعلق على تلاوة المغرب من سورة الحديد، من سورة الحديد، سورة الحديد. الحديد له سورة، وأنزلنا الحديد، هو نزل الحديد، النعم الجليلة يعبر عنها بالتنزيل. أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يعني أنعام كانت بالسماوات نزلها بالبراشوت؟ لا، أنعام من الأرض انخلقت. إذن ليش قال أنزل النعم الجليلة الجزيلة يعبر عنها بالتنزيل؟ إذن أنزلنا الحديد، مش هنخش في التفسير العلمي. الحديد جاء من مجرات خارج مجرتنا كلها، نيازك، ضربة الأرض، مش هنخش في التفاصيل الآن. نرجع لموضوعنا، سورة الحديد، السورة رقم 57، 57 يعني إيه؟ منتصف القرآن. طيب سورة الإسراء مالها؟ منتصف القرآن، لا إله إلا الله. من حيث الأجزاء سورة الإسراء منتصف القرآن، من حيث أرقام السور سورة الحديد منتصف القرآن. أول المسبحات الإسراء، ثاني المسبحات الحديد. سبحان الذي أسرى مصدر، سبحان سبح ماضي، سبح سبح يسبح سبح، 7 سور. مصدر ماضي مضارع الأمر رتب. سورة الحديد مليانة الحديث عن الإنفاق، الإنفاق الإنفاق، عجيب. لا يستوي منكم من أنفق، لأن هي من المدني المتأخر، والإسراء من المكي المتأخر. حتى الإسراء أواخر العهد المكي، قبل الهجرة بسنة، سنة ونص، الله أعلم. ولاحظ الآية الكريمة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وعن النصارى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. اخترعوا الرهبانية ليه؟ عشان يرققوا قلوب أنفسهم، زي الصوفية عندنا. يعني الصوفية رهبان؟ لك لا، مو قال ذاك عن جماعة رهبان بالليل فرسان بالنهار، مش إنه رهبان صار راهب، لا، لكنه يعني يسلك سلوك الرائب الراهب زهدا وعبادة إلى آخره. عاوز أقول إيش؟ عاوز أقول سورة الحديد، فهمنا؟ كلها حديث أيضا عن الرق. إذا في يدك الحديد وقلبك زي الحرير، ما بخلينيش الحديد اللي ماسكه بيدي قاسي القلب على الإنسانية. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ما أجمل قرآنك، أرجو أن أكون وصلت. سورة الحديد توقعنا كلها يعني ضرب صحيح. لاحظ الملاحظة، وصلت الملاحظة. إذا قلب كقلب عصفور رقة، ولكن عزم حديد. لاحظوا الملاحظة أخرى،
قلنا أول المسبحات الإسراء، فهمنا؟ ما أنا بدي أكمل. صراعنا مع أمة إسرائيل وسورة الإسراء دستور النصر لأمة الإسراء على أمة إسرائيل، دستور متكامل، عقيدة، عبادة، اجتماع، أخلاق، اقتصاد، إعداد. سورة الإسراء أول سورة بعدها في المسبحات الحديد. إذن ما طريق أمة محمد لاستعادة مقدساتها؟ الحديد مش السلام. إحنا ما بنقرأ قرآن يا أبويا، واضح يا أبويا؟ بعد سورة الحديد سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. هذا هو الطريق لمن كان يبحث عن الطريق، مفاوضات، وقع، ساين، بزنس، ساين. لويش ساين؟ الآن نتنياهو بيقول هل ناقص العرب بزيادة دولة؟ عندهم 22 دولة، بدهم زيادة كمان دولة؟ لا حق للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، واضح الكلام؟ لا حق للفلسطينيين في فلسطين التاريخية. شفتوا السلام وصل لوين؟ واضح يا أبويا؟ إذن طريق تحرير مقدساتنا ومسر نبينا ما هو؟ الحديد، مش الطاولات والابتسامات. وقع عرفات وبيضحك، قطعك ليش؟ تنازلت عن حقك مقابل وعد، وانت عارف وعدهم، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نطوي الصفحة. ماذا نتكلم عن هذا الحادث الإجرامي؟ مسلمون في مسجدهم بانتظار صلاة الجمعة يعتدى عليهم من واحد مشحون بثقافة الكراهية. إخواني، هذه الثقافة آن أن تنتهي باتفاق عالمي. ما يظلش التحريض على المسلمين إرهاب إسلامي، إرهاب إسلامي. لن نسمح لأنفسنا أن نقول هذا إرهاب، إرهاب نيوزيلندي، إرهاب أسترالي، لا، إرهاب مسيحي، لا، لن نقولها. هذا شخص إرهابي، نحن أرقى منهم. هم لما واحد يعملها منا ونحن نرفضه وهو مجسوس علينا، أزعم أن كل التنظيمات المتطرفة صناعة أمريكية، واكتشفنا أن القاعدة كانت أمريكا تمدها. إحنا من بدري في الملك المهم، وهيلاري قالت إحنا لأنشأنا داعش على براطة، يعني عشان شبابنا ما ينخدعوش. كل ما حد عمل لي دقن وطولها ولبسوا الساعة باليمين، ما خلصنا شباب. أما آن أن أمة محمد تعي العدو من الصديق؟ الآن استسلم منهم 4-5 آلاف نساء وأطفال. طولوا شيء، نساء جاية من ألمانيا ومن بريطانيا ومن فرنسا عشان تعيش في دولة الخلافة، دولة خلافة. مش دولة خلافة، لو دولة خلافة ما بتسقط، معاذ الله، كان نصرها الله، لكن دولة خلافه. واضح يا أبويا؟ يا شباب، ما ينخدع الواحد منكم بكلمتين، بدقن، بلفة، بعمامة، وقف على المرة ساعة ب6000 درهم. إمام المسلمين، أما وين جندوك يا أبويا؟ إخواني، الأمور أعقد مما تتخيلون. نعود لموضوعنا. هذا المجرم قارئ التاريخ وبقول أنا يعني مستمد هذه من البابا أوربان 1095، يعني قبل 954 سنة ولا كام، حوالي 1000 سنة. يعني بابا أوربان هذا اللي كان فجر الحروب الصليبية، ومتأثر بقول هو بترامب، لأنه هو أبو العنصرية، بده يقتل المهاجرين. هذا قلنا له عمه، هي خارج أستراليا مين سكانها ونيوزيلندا؟
زيلاند نيوزيلاند، يورك نيويورك، أورليانز نيو أورليانز، مكسيكو نيو مكسيكو. يعني كل مدينة في بريطانيا ولا غيره عنه مثلها نيويورك، يورك مقاطع في بريطانيا عنه نيويورك، أورليانز عنه نيو أورليانز، يعني وهكذا. من سكان أمريكا الهنود الحمر، جماعة ترامب قتلوا الهنود الحمر بس 120 مليون فقط، أبادوهم إبادة وحلوا محلهم. إحنا العنصر الأبيض لا نقبل السود، نعم أخو، قارة أمريكا قامت على أنقاض السود، على أنقاض الهنود الحمر وعلى أكتاف السود، واضح إخواني؟ على أنقاض الهنود الحمر وعلى أكتاف السود. 40 مليون أفريقي بنوا أمريكا، كانوا يجيبهم بالسفن مثل شحنات القمح، عبيد السياط على ظهورهم طول الطريق، منهم من يموت ويرموا في البحر بياكلوا السمك. فقط مات 20 مليون بس، يعني مش عدد كثير. ومن الهنود الحمر 120 مليون. استراليا شعبها غامق اللون زي حالاتنا على أشد شوية، استراليا كلها بيضاء. إذن الجنس الأولاني محصور في مناطق محدودة، هم أصحاب استراليا الأصليين. إذن البيض مهاجرين الآن، هم بدهم البيض يقاتلوا المهاجرين، ونقوا مين؟ نقوا المسلمين. هذه العنصرية آن أن يوضع لها حد بسعة الثقافة وسعة الفكر والعقل وسعة القلب والمشاعر وبالأفق الإنساني. نحن على كوكب واحد يمكن أن نتعايش، يعني مع اليهود لا، محتل أرضي ما في تعايش معه، بيطلع أو الأخرى تطلع روحه، يا بيطلع بجلده. متى؟ لما تصحى الأمة. الوضع الحالي مش مؤهل لهذا الكلام، الوضع الحالي مش يعني مش مؤهل باختصار. محتل أرضي لا، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ارجع، أنا ما فيش بيني وبينك مشكلة، ارجع لأوروبا، جيت ترجع من محل ما جيت، تقعد ببلدي محلي لا، أنا لن أتنازل عن حقي. هكذا علمنا الإسلام. كان يهود تحت جناحنا عايشين طول عمرهم في حمايتنا، اليهود مش ندمانين، هذا ديننا، بندمش إذا طبق الدين، لكن يعيش تحت حمايتي لا، ناقصني أوقف حارس على بابه، هذا اللي ضايع علي لا. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لكن بيني وبين الأستراليين في مشكلة؟ لا، هذا فرد، ما بقولش الأستراليين مجرمين لا، بقول الآن في ثقافة تحريضية في الغرب ضد الإسلام، نعم، أحيانا بمارسها رجال دين، أحيانا بمارسها سياسيين، بمارسها أحيانا إعلاميين، بمارسها أحيانا فنانين مشاهير، بمارسها أحيانا عامة الناس، يلام من يفعلها. بقولش الحضارة الغربية، بقول أفلام السينما أحيانا بتركز على تشويه العربية، وتبعدوها ليش؟ وبعض إعلامنا بيسمي إرهاب إسلامي، بعض إعلامنا، ولما ينعتوا من أمثالنا إرهابيين، لك إحنا حرب على الإرهاب. الآن ممكن يصنفون أغلب بلدانك العربية إرهاب، لك إحنا حرب على الإرهاب. إحنا إرهاب، والقاصي والداني بيعلم موقفنا من مثل هذه الأحداث، وأنتم شاهدين. لما يتكلم نتكلم ما في قلوبنا، ما عندناش خطابين، خطاب وخطاب جلنا لله، خطابنا واحد من فضل الله، كلامنا واحد، وجه واحد، مناش دبل فيس لا، وجه واحد من فضل الله، اللي بطننا هو اللي على لسانه، ما بنخبي شيء جواكم غير لا 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 لا، من فضل الله كلمة واحدة. هذا الكلام مدان بالمطلق، فعل مسلم. ولذلك بقول في أوراقي الإرهاب لا دين له، ممكن يمارسوا يهود ويمارسونه،
يعني بشوت المرأة برجل شو اسمه هذا؟ اسمه هذا خلاف إسرائيلي فلسطيني بالله، ويمنعونا من الصلاة في مسجدنا اللي ربنا سماه من فوق سبع سماوات المسجد الأقصى باسمه، مش مرقص، صلاتهم رقص، ربنا قال مسجد للسجود يعني للمسلمين، نقطة، انتهى الكلام. هذا إرهاب تمارسه دولة ضد شعب أعزل، مصلي جاي لا حامل رشاش ولا حامل سكين، يبطحوه بالأرض دعسوا عليها أو امرأة دعسوا عليها، لا يطاق. هذا هو الإرهاب، لكن لا العرب ولا العجم بيسموا هذا إرهاب. أحمق عمل عملية في بلجيكا بيقول هذا إرهاب إسلامي، إسلامنا بريء منه والمسلمون بريئون منه، ليه سموه إسلامي؟ ممكن أقول هذا إرهاب مسيحي؟ نحن لا نقولها، معاذ الله، ننسبها إلى الفاعل ترنت ولا إيش اسمه؟ ترنت؟ something like that، ترنت أظن، ونيلت نيله، وكاتب على رشاشه كل وقائع المسلمين، حصار فيينا، فتح القسطنطينية، وش مخلي؟ والطلقة بهالحجم، طلقة ضد المجنزرات هذه، مش ضد أفراد، مش حقد مالي قلبه فيه، من فضل الله مولانا غسل قلوبنا من الأحقاد وجعلنا نتعامل مع الإنسانية بإنسانية، مع كل الإنسانية، من عادانا نعاديه ونحارب بشرف بمبادئنا. لو وقع جريح بنعالجه، ما بجهز عليه، معاذ الله، معاذ الله، بنعالجه مو زيهم. هذه حضارة أرقى ما في الكون الآن توصف من بعض المسلمين بأن الإسلام إرهاب. احذروا المساجد تخسأ، يا من قلتها كائنا من كنت. المساجد ما بتخرج إلا أطهار، ما بتخرج أشرار، معاذ الله. طولنا في الكلام، سامحونا، بدنا ننتقل، لا بدنا ننتقل إلى البلاغة والدروس في عشان نختم الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية ما تكلمنا نصف الكلام الموجود والله، لكن مثل ما قلت لك شحنت نفسي شحنا إلى البلاغة والدروس حتى ننتهي من الآية. لا ملالة، معاذ الله، القرآن لا يشبع منه ولا يمل. ما أجمل تلاوة المغرب، الأصوات الجميلة، عبد الباسط منشاوي نسونا إياها بأصوات ولا فيها ذرة جمال، الذوق أفسدوه من أمه، ما أعرف إيش. بدأ الآية رقم واحد في البلاغة بقول بفعل الأمر قل، يعطي الكلام التالي أهمية خاصة، فهو صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ عن ربه. قل، إذن أنا عبد مأمور، مش من عندي الكلام، أنا مبلغ الكلام، كلام لربي. هذا الكلام العظيم الذي سيتلو كلمة قل سيتبع، كلمة قل مش كلامي أنا، ربي لقننيه أن أقوله. قل، ماذا أقول يا ربي؟ أنا مش عارف شو أقول. قل هذه سبيلي، إذن أول ابتداء السورة بكلمة الآية بكلمة قل له دلالة عظيمة. سورة الإخلاص أعظم سور القرآن مبدوءة بقل، لأن وراها حقيقة عظيمة من عند الخالق مش من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اسم الإشارة، هذه أولا فيها معنى القرب، هذا للقريب وهذه للقريب، ذلك للبعيد. إذن هذا اسم الإشارة في جانبين، جانب الإشارة نفسه وجانب هذه التي للقرب، واحدة واحدة نتكلم عنها.
اسم الإشارة لي يحدد المشار إليه، هذه سبيلي محددة، بحط إصبعك عليه، هذه سبيلي تحديدها. والقرب لأنه منهجنا قريب من العقل والمشاعر والقلب والفطرة والتطبيق سهل. إذن هذه واضح إخوانا، اسم الإشارة هذه حدد الشيء أهو. ثانيا اسم الإشارة القريب لأنه قريب مما ذكرناه، عقل وفطرة وقلب ومشاعر وتطبيق سهل، قل هذه سبيلي. السبيل ماله فيه اليسر والسهولة، ومنهجنا كذلك، ونسبه إلى نفسه اعتزازا، سبيلي اختيارا، سبيل الله أمرا، سبيلي تنفيذا واختيارا واقتناعا وحمل دعوة. إذن سبيلنا إخواننا ما هو؟ نكره الناس على الإسلام، نعوذ بالله، العياذ بالله، انسخ من عقلك تماما. فمن شاء فليؤمن، هذا على يد أعظم الرسل. إحنا على يدنا بدنا نكره الناس؟ إذا على يد أعظم الرسل مولانا بيقول له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس؟ كلام سيد الخلق حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. إذن نحن اللي صرارة عند رجليه، إحنا بدنا نكره الناس؟ أعظم الرسل والوحي يتنزل ولا يكره الناس، وإحنا إيماننا هالقد بدنا نكره الناس؟ لا، معاذ الله، هذا دين إقناع، وحنفصل إن شاء الله. إذن سبيلي الطريق والمنهاج والطريقة المتبعة والخط والخطة والخطو، الخط والخطة والخطو، خطواتك يعني. طيب، أربعة، السبيل يذكر ويؤنث، هذا سبيلي، هذه سبيلي، لتشمل معنى طريقتي ودعوتي وخطتي، أنثها، أدعو مثل ما قلنا، زاد الألف وعبر بالمضارع، إذا فيها جانبين، عبر بالمضارع يفيد الاستماع، أدعو دعوت، أدعو، عبر بالمضارع يفيد الاستمرارية، وزاد الألف ليزيد قوة، وكأن الفرد تحول إلى أمة بهذه الدعوة. إخواني لا تتخيل بركة الدعوة، لا تتخيل والله. من إخوان التبليغ من يقول لي أسلم معانا آلاف في السنغال وغانا وغينيا، آلاف يا الله. والله يا إخواننا في جولاتي في أمريكا لما كانوا يسمحون قبل 35 سنة، مش مشكلة، لقيت سوداني قال لي تعرف يا زول، قلت له أيوة، قال لي أنا الضعيف اللي قدامك أسلم معايا 3500. والله يا إخواننا اعملنا احتفال في نيويورك للذين أسلموا، امتلأ المكان، وتكلم نخب منهم عن تجربتهم في الإسلام، كيف أسلم مجموعة، وتكلمنا من فضل الله قصص بدون فخر. ما في مدينة في أمرزولتا من شمال جنوب شرق غرب من فضل الله إلا ينطق معنا شهادتين فيها ناس من فضل الله. آخر شيء كنت في أطلانتا جورجيا، منها إلى نيويورك عمان بعدين أفطيم وفطمة. المهم أنت كاين بتحكي بالزمانات عن اليهود، احتلوا أرضي، طلعوا شعبي، قتلوا، دنسوا مقدساتي، بتوقع أني أحبهم يعني؟ إحنا بنحكي كلام، هم بقتلوا قتل وما حد يحاسبهم، نحاسب على الكلمة. دنيا مليئة بالظلم، امتلأت جورا، أبو الكلمة يمنع ويحجر عليه. يا الله، بدنا نخلص يا عم الشيخ. ماذا نقول أيضا؟ هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، على للتمكن، على الاستعلاء كما يقولون، للتمكن. بصيرة، البصيرة عيون القلب والروح والفطرة،
إذن بصيرة، والبصيرة مثل ما قلنا البصر للعين والبصيرة للقلب، نبلاش نوسع ونطول. بالبصيرة تميز الحق من الباطل، الخير من الشر، الظلمات من النور، المعنوية. أنا ومن اتبعني، عبر بالضمير أنا لتوكيد الحضور، مع أنه الضمير موجود، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني بدون أنا، لا، تعزيز لحضوري صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني. العطف، الخلاصة نختصر، 11 كثرة تكرر الضمير في الآية، 12 إضافة ألف الجمال، طيب 13 وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنزيه الله في نهاية الآية، بدأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بإثبات المحامد كلها له، وختام السورة بتنزيه الآية، تنزيه سبحانه عن كل ما لا يليق. قال الرازي نمرة 17، اختصرنا بعض النقاط. السبيل في أصل اللغة الطريق، وشبه المعتقدات بها بالطريق، لأن الإنسان يمر عليها إلى الجنة فسميت طريق، مع أنها هي معتقدات وعبادات وأخلاق. سماها مولانا سبيل، يعني طريقي. طيب الدروس إذا بتصبروا علينا دقيقتين ثلاثة. أولاً، هذا الدين سهولة ويسر، لذا عبر عنه مولانا بالسبيل، هذه سبيل. اثنين، الدين منهج إلهي، ودور البشر فيه الفهم، مش دورك أنت تألف منهج، دورك تفهم المنهج. إخواني هذا الكتاب محدود، ومعانيه بحر بلا حدود. كتابنا القرآن 604 صفحات محدود، بالخط المطبع بيطلع 200 صفحة. والله لو انكتب عن القرآن مليون كتاب جديد ما انتهى. لا والله، هو اوريدي مكتوب عنه على الأقل مليون كتاب على الأقل، ولو انكتب كمان مليون كتاب والله ما زلنا على الشط. القرآن كل يوم تكتشف منه معنى جديد. الدين منهج إلهي، والدعوة إليه بالحجة والإقناع، فالمنهج لا يقبل إلا هذا، تقبلش منك أن تخضع الناس إخضاع بالإقناع. والمنهج ينتصر ويقوم ويظهر بجهد البشر، لا بقدرة خارقة فوق قدر البشر، لا، بجهدنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، بس هم كانوا بيعملوا، مش نصرتوا، هم قاعدين بالدار. عشان نفهم منهج عمل، هذا المنهج منهج عمل، المنهج بدنا نبذل الجهد والنصر من عند الله. رقم 3، ضرورة أن يكون الدعاة على بصيرة في الأمور وإدراك خوافيها، وهذا معنى البصيرة، تفهم أعماق الشيء. نختصر، 4، استنفار كل الطاقات للدعوة، هذه سبيلي أدعو، كل مخزونك تصرفه للدعوة. 5، إدراك نفوس البشر، طبائع البشر تفهمها، عشان كل واحد تدخله من مدخله. من قبل ما تدعو أدرس اللي قدامك، زميلك في العمل أدرسه. واحد جاك خبط لزق بتكلمه كلام عام، لكن واحد عاشرته زميلك في العمل بدك تدعو إلى الله، مو بصلي مزيد، تصير عنده فكر، مش بس صلاة، تصير عنده مفاهيم، تصير عنده أخلاق المسلمين، معاملة المسلمين، بدنا ندعو لتحسين هذا الأداء. إذن إدراك نفوس البشر ما الذي يقربه. طيب 6، رفع مستوى الأتباع ومن اتبعني، عشان يكونوا هم أيضا على بصيرة. 7، الدعوة إلى الله لمعرفته ومحبته وتوحيده ووصفه بكل صفات الكمال. 8، لا يليق بالبشر يحكم حياتهم إلا منهج العليم الخبير. 9، بدأت الآية بالإشارة التوحيد اللي قلناه، وانتهت بسبحان الله. 10، القائد والداعي والإمام وأسوة لمن يقود. 11، أهمية القدوة والمثل الأعلى. 12،
التأكيد على قاعدة لا إكراه 14. أكبر تقصير في حق الدين تعطيل العقل على بصيرة، يعني على وعي، على فهم. تعطيل العقل مصيبة المسلمين. رقم 15 بدها شرح. بقول لما كان الدين بالإخضاع، بالإقناع لا بالإخضاع، وبالاحترام والإفهام لا بالقهر والإرغام، وبالحجة والبرهان لا بالإكراه والإذعان، ولما كان الإنسان مختارا مريدا وهذه ميزته وهذا شرفه وكان الجزاء الجنة على هذا الاختيار، لما كان كذلك ورسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة للأمم جميعا وللناس بعامتهم وللأقوام، كان تبليغ هذا الدين وتوصيله للناس بأجمل الأساليب وأنصع الحجج واجبا على المسلمين. من هنا كانت فرضية الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله إخواني فريضة، مش نافلة، مش تطوع، فرض كالصلاة. يا سلام، إي والله على الأمة كلها، كل بحسبه، مع شلن بنفق شلن، مع 100 دينار بنفق 5 10، كل واحد قد علمه. من هنا قالت هذه لا تصف حاله عليه الصلوات وواقعه وأمته: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر في قل يفهم هؤلاء أن القضية ربانية وأن الثبات عليها مش عناد وإنما أمر إلهي. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآية. نلتقي في الحلقة القادمة مع الآية 109. السلام عليكم ورحمة الله.